السلام عليكم خوتينا ديال اكادير. اليوم الاثنين 17 جوان 2019، غدا ان شاء الله مع 9 ديال الصباح في المحكمه الابتدائيه ديال اكادير في القاعه 3 كاينه واحد الجلسه للمحاكمه ديالي، لان جوج ديال البرلمانيين رئيس المجلس البلدي ديال اكادير ورئيس المجلس البلدي ديال الدشيره والمحامي ديالهم بجوجهم هو الكاتب العام ديال الشبيبه ديال العداله والتنميه، الوغ كلهم ضدي. قال لك الوشايه الكاذبه، قال لك التشهير، قالوا شي حوايج ما عرفوش بانه انايا كنتكلم اي حاجه قلتها بالوثائق، هذه وحده. وثانيا ما كنصور وكنبين غير واحد الواقع اللي كنعيشو انا وكيعيشوه كاع الناس ديال اكادير وزوار اكادير، يعني ماشي شي حاجه اللي كنجبدها ولا كنصنعها ولا شي حاجه، هذه وحده. كاين ولكني من بحال قلتي امام الياس امام هاد الناس، ماشي غير هادو ولكني بزاف ديال المفسدين اللي كاينين في اكادير، من ياسوا وما لقاوش الحلول وما قدروش يناقشوا مضمون الفيديو كيدو على المؤامره، هذه وحده، بانه راني كنخدم اجنده خارجيه ولا ما عرفت شنو، تقولني ما عرفت شكون هذاك، ولو كان غير ما كنتش كنبين هذاك الواقع وكنعري على الفساد وكنعري على واحد الواقع المر اللي كتعيشو اكادير ولا جهه سوس، ناضو كراو شي وحدين اللي بداو كيدويو على دوك الوحدين. ناضو قالوا زعما راه خرجوا واحد الوثائق شي حاجه خطيره على رضا. مادام خرجت سميتو العموم وكندير هاد الفيديوهات كنقبل الانتقادات كما بغات تكون، هذه وحده. ثانيا حياتي الشخصيه حتى هي ما عنديش مشكل نتكلم عليها. الوغ خرجوا واحد الوثائق وقال لك هذا واحد الافراغ، رضا كلا فلوس اليتامه ودارو دار. انا غادي نوضح هاد القضيه هذه. كريت واحد ديبو، هذه واحد السنوات في 2012 واحد ديبو كريتو ارض قاحله، اتفقت مع مولك راه بانه غادي نخلص ليه الكره، درنا كونترا ودرنا واحد الاتفاقيه واحده اخرى على اساس غادي نبنيه ونستغلو كل شيء، النهار بغي نخرج نقطعو فلوس الكره ولا نقطعو ولا يعطيني الفلوس ديال البني. درنا واحد الخبره لذاك الشيء اللي بنيت وتوكلت على الله وخدامين. هذاك السيد مات، لما مات جاو بنهار وليله تخرجوا الورثه كلهم كبار راشدين كلهم خدامين، خرجت لي 12 الوريث من واحد القنت، خرج لي واحد المراه حتى هي عاوتاني كمزوج مرة ثانية من جهة أخرى، كل واحد كيقول لك عافاك رضا ما تخلصش فلان ما ديرش فلان ما هذا. أنا خليت الوضع على ما هو عليه وقلت غادي واتفقت معاهم وقلنا على أساس راه حنا من بعد غادي نقطعوا شي من شي، لأنه فلوس الكرة الدوبل ديالو اللي صرفت أنايا في هذاك المحل. ما دوك ما كاينش شي حاجة عملية تجارية عادية، أنا ما نصبت على حد، ما شفرت حد، ما كليت فلوس يتامى يعني فقرتهم ولا كانوا أطفال ولا شي حاجة، كل شيء ما كاينش الكذوب، ولكن هذه أمور يائسة. وعاوتاني الشركة اللي عندي شركة صغيرة، مني ما كيخلصوكش الناس كتعطل في الخلاص، ما هذا كطلع كتهبط عادي، كل شيء الناس كيعيشوه، هذوك الصعوبات كدوز في واحد الوقيتة ومن بعد كنتجاوزوها عادي. اللي صعيبة هي تاكل الناس، هي تنصب عليهم ذاك النصب والاحتيال الإجرامي، ملي تقول لهم غنجيب لكم ترخيص راهو ليا 10 المليون راهو ليا 20 مليون. اللي صعيب وهو أنا ما تكلمتش وما نزلتش المستوى، ما نزلش المستوى، لأنه الهدف ديالكم وهو باش تدوروني على الامور اللي هي اللي كنتكلم عليها ديما، نعري على داك الواقع وكل شيء. دابا من تلاقاو هاد الناس مع مافيا العقار عطات هاد الناس هادو اللي خدامين، دابا بغيت نجاوبهم لاخر مره، ما عمري غنتكلم في هاد الشيء. انايا ما عمري كليت رزق شي حد، ما عمري شفرت، ما عمري نهبت اموال الدوله، ما عمري خديت شي امتياز، راه كنقولها وكنعاودها ديما، راه الدوله كل لقات شاده عليا شي حاجه اللي هي ماشي هذيك كنت تيرات فيا. دونك كل شيء هذا الشيء الكذوب ومحاوله يائسه. كنتمنى تناقشوا الموضوع ديال الفيديوهات، ما تناقشوش الفيديو ولا من تليفون صورت ولا شنو، ناقشوا المضمون. هذا واحد الجانب. دابا غادي نمشيو للجانب الاخر. دابا كحزب انا غنعطيك واحد الفيديو مخصص غير الحزب العداله والتنميه وباش نوضح بعض الامور باش تفهموها. باش نمشيو لمافيا العقار، انا كنسمي مافيا العقار لانه المنعش العقاري كتكون قيمه مضافه للمدينه، كيبني شي حاجه اللي سكن لائق. انتم لا بنيتو الكيطويات، غشيتو الدولة، كاين اللي كلاو فلوس الدولة، كاين اللي نهبوها، كاين اللي ديتورناو، كاين اللي الأملاك في الخارج، المهم بزاف ديال الحوايج. بالنسبة للمنتخب نتا هما وأنا جايهم، لأنه هاد المنتخب اللي اليوم كيغوتو هذا، أنا راني ما نزلتش معاكم لشي حوايج اللي خايبين بحال لي زافير اللي دازو تحت طبلة ديال الرشوة وفيها أملاك في الخارج، بزاف ديال الحوايج بغيتو ننزلو لذاك المستوى نزلوه، ولكن أنا معلي النيفو وهذا بحال قلتي واحد تحذير
لهاد الناس هادو، لان راه عارف كل شيء كل حاجه بالوثائق ديالها بالشخص ديالها. الله يسهل علينا وعليكم. عاوتاني كنقولها ونعاودها، راه الجلسه عندي غدا الثلاث 18 جوان 2019 مع 8 مع 9 العشيه الصباح في القاعه 3 ديال المحكمه الابتدائيه. كنتمنى من الناس، انا غادي نكون تما. هذه المحاكمه ديال ساكنه اكادير، ماشي رضا، ديال ساكنه الدجيره، ديال ساكنه القليعه. هذه المحاكمه ديالكم، وغادي ننتصروا ان شاء الله، والحق غادي يرجع لمواليه. هاد الناس اللي كارين، هاد المرتزقه اللي اليوم مخلصين باش يديروا هاد الفضايح، راه رضا دار، رضا دار. كانت شي حاجه، انا شوف اي حاجه راه نواجه بالفيديو علانية. وجهي احمر، كرشي خاويه، ما شفرت، ما درت، ما حتى حاجه، عادي. وثقتي واملي كله ماشي غير بساكنه اكادير، ساكنه سوس ماسة، لانه كل شيء راحنا معنيين بهاد الفضيحه، وراني جاي في الفيديو ديال الخميس وغتفهموا علاش. تبارك الله عليكم، والله يسهل عليا وعليكم، ونتمنى الخير لهاد المدينه، وان شاء الله راه غادي ننتصروا. كنقولها ديما، نبقاو متفائلين، وبالعزيمه والخدمه ديالنا غادي ننتصروا على هاد المفسدين كامل.